السيد علي الحسين السيستاني مد ظله الشريف هو الآن الراعي، وقد شرفنا بهذا التكليف بأن نكون نحن من يرعى اليتامى على الأرض. الآن ترعى المؤسسة ما يقارب 60,000 يتيم براتب شهري مستمر، مع ملابس، مع بقية الأمور، كلكم تعرفون التفاصيل. كيف تتسهل مثل هذا فقيد؟ يعني إذا سنة إحنا يتيم ينتظر وما قدرنا ندخله إلى رعاية المؤسسة، خلص هذا عانى المعاناة، شكلت الأزمة في حياته. بعد هذا يكون يروح يشتغل أو يدبر حاله. عندنا أمثلة اللي ما قدرنا نرعاهم وضعهم سيء، حتى من يكبر ويتجاوز الأزمة كذا تبقى عالقة في ذهنه وفي نفسيته الأزمات اللي مر بيها. هؤلاء طور الانتظار، بالآلاف في طور الانتظار. من هنا انطلقت حملة ولا يضيع بحضرتك. الآن أمامنا فعلاً أعداد من اليتامى في طول الانتظار بالآلاف ومتوقفين عن التسجيل. السبب أن الميزانية تغيرت، فنحتاج إلى أن نقوم بجهود مضاعفة لجمع المال لكي لا يكون في الانتظار. اليتيم اللي قبل الانتظار شنو معناه؟ معناه فاتت فرصة عن خدمته.